الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فان اهل الجاهليه او ان مجتمع مكه مجتمع قريش كان يعيش في جاهلية كلها ظلمات كانوا يعيشون الكفر وكانوا يعيشون المعاصي ما ظهر منها وما بطن ولقد قال جعفر لما لجأوا إلى النجاشي ولما أراد المشركون أن يقنعوا النجاشي لطرد هؤلاء المهاجرين الذين التجأوا إليه فقالوا إن هؤلاء قد جاءوا بدين لا نعرفه لا نحن ولا أنتم وجاءوا بدين ابتدعوه فالنجاشي أرسل إليهم فسألهم عن هذا الدين فقال ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ولم تدخلوا لا في ديني ولا دين أحد من أهل الملل يعني شنو هاد الدين اللي جبتوه ما دخلتوا في لا في الدين ديالي لا في الدين ديال الملل المعروفة فتكلم جعفر فقال أيها الملك إن كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فعدد له هذه المعاصي التي كانت تسود مجتمع قريش يعني كانت معاصي كثيرة كان الناس يعيشون في ظلمة في حيرة وهكذا شأن المعاصي وشأن أهل المعاصي فإنهم يتقلبون بين الحيرة في ظلمة هم في حقيقة الأمر إنما هم في ظلمات حتى أنقذهم الله عز وجل بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الجاهلية التي كان يعيش الناس فيها تقول عائشة رضي الله عنها أول ما حبب إليه أو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم والناس هدوا حالهم والناس يعني في كفر يعبدون الأصنام يأكلون الميتة هذا واحد يذكرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه فكان يعني كانت تجي الرؤيا يعني الرؤيا الصالحة كانت يشوف شي رؤيا الغد كتصبح محقة هذاك الشيء اللي كيشوفه يعني هو نائم فيراه في اليقظة يعني المسائل اللي بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم حبب إليه الخلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا عزيز عليه يجلس بوحده ولا عزيز عليه يجلس بوحده ولهذا فيه فضل هجران أهل السوء والمعاصي يعني الإنسان خصو هجر أهل المعاصي وأهل السوء وفيه كذلك فضل الخلوة فضل الخلوة بالله سبحانه عز وجل فحبب إليه الخلاء
فكان يتحنت في غار حراء الليالي ذوات العدد. والتحنت بمعنى التعبد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي الغار حراء ويقعد في الليالي الطويلة يتعبد لله عز وجل، ينتظر دينا، كأنه يهيأ لأمر ما، على شيء أمر جاي النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرؤية الصالحة، أو عز عليك لس بوحده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء أمر غادي يجيبه. فكان هذا حاله حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة هذه احتجاه جبريل فقال له اقرأ أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، يعني شنو ضمني تيقول شنو ضمني بزاف، يعني حتى بلغ مني الجهد وطلق. وهكذا الواحد لأنه لي ثقة لي ولي عظمتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت يعاني منه. ولهذا تقول عائشة لقد رأيت ينزل عليه الوحي في الليلة الشديدة البرد، يعني الليلة الشديدة البرد، ونحن الليالي كينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فيفصم عنه أو فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يعني من الشدة دياله تولي النبي صلى الله عليه وسلم كله عرق، يعني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لعظمة هذا الوحي. فقال فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. يعني هنا جاءه الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته فرجع مفزوعا إلى خديجة هذه الزوجة الصالحة فأخبرها الخبر، يعني حكى لها شو وقع به. فقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، راني تخلعت على راسي، يعني هادشي اللي شفتو راه تخلعت. لكن انظر الى الزوجة الصالحة، انظر الى الزوجة الصالحة التي تثبت زوجها، فقالت لا والله ما يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يوحى لي ما عبد صنما قط وما شرب خمرا، وكان معروف عليه إكرام الضيف، وكان معروف عليه كيوقف مع المحتاج والمسكين، ومعروف عليه يعني كيوقف مع الإنسان في حاجته حتى يقضي حاجته، كان معروف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصال، لهذا كان محبوبا حتى في الجاهلية، ولهذا كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. فانطلقت به خديجة إلى ابن عمها لو ورقة، وكان هذا الرجل نصرانيا وكان يكتب الكتاب بالعبراني، وكان يكتب الإنجيل بالعبراني ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني داتو باش يحكي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هذا. فلما أخبره الخبر قال هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يعني هذا ملك لينزل الله عز وجل لموسى. يا ليتني جدعا، يعني يا ليتني كن شاب، يا ليتني حيا إذ يخرجك قومك، كن غير حي نهار يخرجوك القوم ديالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم، واش ما يخرجونك؟ قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوتي، اللي جاب هادشي اللي غتجيبي انت إلا وكيتعاد. يعني حتى الأنبياء يعني الذين قص الله عز وجل قصصهم فالقول عداوة، قالوا لشعيب لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وقالوا للوط لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وقالوا لنوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ومعلوم جرب إبراهيم عليه السلام، ومعلوم جرب الأنبياء. فورق هذا يعني مات قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني داز واحد المدة أيام وانقطع عليه الوحي،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفكر في هذا الأمر، هذا لأنه أمر صعب، أمر عظيم جدا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء اللي غيتحمله، يعني ما غيتحمله شي واحد داس على وجه الأرض. يعني داس الأيام، داس الأيام، بحال النبي صلى الله عليه وسلم تيترقب تاني يشوف ذاك الملك اللي شافه ويسمع هذاك الكلام، هذاك الكلام الجميل العجيب العظيم اللي سمعه، هذا كيشتاق له. وتأخر عليه الوحي باش يتهيئ تاني، يعني باش غيجي الوحي. فيحكي جابر رضي الله عنه يقول بينما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بي سمعت صوتا في السماء، يعني وأنا غادي تسمع صوت في السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. لأن جبريل وخلق يعني عظيم الخلق، يعني لو 600 جناح قد سد الأفق كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال غير شفتني هذا، ففزعت فرعبت منه، ثم انطلقت إلى خديجة فقال زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. فأنزه الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. قم أمر بالقيام، يعني بحال بيقول لي نوض من الفراش ديالك، مشى وقت الفراش، مشى وقت الأكل اللذيذ، مشى وقت الوقت مع الوليدات وكذا، قم لأمر عظيم. ما هو هذا الأمر؟ قم فأنذر، أنذر قومك من عذاب شديد وربك فكبر، الدعوة إلى التوحيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليوم اللي غينزل عليه هذه الآيات، فقام صلى الله عليه وسلم لمدة 23 سنة يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى هذا الدين. وإنه صلى الله عليه وسلم عذب وأوذي وشتم وسب، بل طرد لكي يوصل هذا الدين للناس جميعا، لكي يتنعموا بهذا الدين، لكي يحيوا الحياة الطيبة مع هذا الدين العظيم. يعني معلوم إيش داز على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وإيش داز عليه من الإيذاء هو والأصحاب دياله، يعني تعذيب وإيذاء شديد، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم باش يهاجر المدينة، وفي المدينة كون دولة إسلامية، ومع ذلك يعني داس المغازي، وكيفاش الأعداء كانوا تتكالبوا عليه وتتألبوا عليه باش يقضيوا على الدعوة دياله، فأبى الله عز وجل إلا أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. وشفنا من الأركان ومن الأصول ديال العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله، وقلنا خصنا آمن بالرسل جميعا، يعني لا نكفر بواحد منهم، وهذه عقيدة المسلم، ما تكفر تمشي نبي، يعني الأنبياء يؤمن بهم ويؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء، هذه عقيدة، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه خاتم الأنبياء، تؤمن بهذا الأمر. وش حم واحد يقول لك وإحنا مآمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم ومآمنين به؟ إذا في هذا الدرس إن شاء الله غادي نتكلم وشناهي كيفاش نحقق الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا في الإيمان بالله عز وجل، وش حم واحد يقول لك أنا مآمن بالله سبحانه وتعالى، لكن إيمان بالله سبحانه عز وجل تؤمن بتوحيد ربوبيته، بأنه مالك، بأنه خالق، وبأنه مدبر، وبأنه رازق، وبأنه يعلم الغيب. شو واحد يقول لك راه سهلة هذه، وإحنا قاعد آمنين بأن الله راه مالك وخالق ورازق، ولكن الواقع ديال المسلمين، الواقع ديال المسلمين، يعني باقي بزاف ديال الناس تعتقد بأن الشوافة والعرافة والكهانة كتعلم ما في غد. وشوف الواقع ديال المجتمع، شو شحال من واحد يتوضر لي غير شي حاجة وكذا ويضيق بالهم، والله عز وجل يبتليه، بغا يبتليه، بقي الصبر ديالو، فسرعان ما يذهب الى عاد بلا شي شوافه ويطلب فيها وكذا، وانا راه كذا وتخطف ليا كذا وما عرفت شكون، وهي تا يتشرك ليه وتقدر ليه وتضحك عليه، وهكذا المسلمون يتقلبون. وتوحيد بألوهيته، لان الله عز وجل اي عباده
ظاهرة أو باطنة نصرف هذا سبحانه عز وجل. وقلنا لا بغينا نذبحوا لله، لا بغينا نستعنوا بالله سبحانه عز وجل، نستغفر الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، نذر لله عز وجل، وهكذا قيس على ذلك جميع العباد. ثم نؤمن بأسمائه وصفاته، أي لا حققنا هذه المسائل فهذا هو الإيمان والحق بالله عز وجل. إذا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم خاصك تعرف واحد المسألة، خاصك تطيعه وتتابعه، تتابع النبي صلى الله عليه وسلم وتطيع صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماشي الإنسان يقول راه محمد عارفين وراه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الاتباع؟ أين الطاعة؟ فقل من تجده مطيعا متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وجدت بزاف ديال الأوامر في القرآن في السنة على وجوب طاعته، يعني واجب طيعه. ولهذا قال ربنا عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا طعت الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في حق تطيع الله عز وجل. ولهذا فيه دليل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرش من نفسه، وإنما يأمر بوحي من الله سبحانه عز وجل. الله عز وجل يأتي أمره، هو اللي كيشرع عليه هو تأمر. إذن في هذا دليل على عصمته، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع وبطاعته مطلقا صلى الله عليه وسلم. إذن إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما أطعت ربك سبحانه وتعالى، ولا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تعصي ربك سبحانه عز وجل. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لا تولوا عنه، شد علي يعني زعما لا تتركوا طاعته، ما تتركش طاعة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وتمتثل الأمر دياله وتجتنب النهي دياله. وأنتم تسمعون أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه. وقال ربنا عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يعني لعصاهم فقد خسر خسرانا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم كما تجي في خطبة الحاجة: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فيه وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ساري العرباض بن سارية: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن غالي الإنسان باش غيلقى اختلاف كثير جدا، كما هو حاصل بزاف ديال الطيارات وبزاف ديال الطرق، بزاف بزاف بزاف. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. شنو هو الحل؟ فعليكم بسنتي، سنة من؟ السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. واش حاب واحد يقول شنو هي السنة؟ يعني شو واحد يسمع السنة هي الأقوال ديال النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك الشيء اللي نطق به النبي، والأفعال ديالو والتقريرات ديالو، التقريرات ديالو بحال شي حاجة وقعت قدام النبي صلى الله عليه وسلم هو تيشوفها، والأقوال ديالو معروفة: إنما الأعمال بالنيات، وهكذا. والافعال ديالو هي الصحابه فاش يقول لك ها النبي صلى الله عليه وسلم كيدير كذا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى على كذا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بكذا. فهذه هي السنه، يعني الاقوال ديال النبي صلى الله عليه وسلم والافعال ديالو والتقريرات ديالو. اذا في هذا الزمان اللي تكون فيه الاختلافات وتكون فيه كثره الطوائف وكذا، اش غندير؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. اليوم شكون هما؟ اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، راني شدي الكتاب اللي هو القرآن ومثله معه هي السنة ديالو بحال بحال. ألا يوشك، غادي يجي واحد الزمان، ألا يوشك
أن يقول رجل شبعان على أركته، شي واحد يعرق الشهوات ويعرق الشهوات ديالو ويتك سيدي على الأركة ديالو يقول لي ما شوفوا عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا اللي وقع لنا احنا شفنا في هذا الزمان، نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وحنا وقع لنا في هذا الزمان. كاين واحد الناس النوع اش داير؟ قال لك سيدي شوف حنا سيدي بس دار معايا، دار معايا بالقرآن، ما صدرش معايا بالسنة. علاش؟ نعم سيدي، لأن السنة قال فيها الضعيف والصحيح، هذاك الشيء صافي نحيدوه. أما القرآن متافقين جاب التواتر وجا صحيح وكل شيء، صافي نأمن حنا بالقرآن. وعلاش هذا الشيء كامل؟ هي دا سيدي دابا بغا نشرب الخمر، صافي نشرب، لأن في القرآن ما كاينش التحريم. واش هو غير على شهوة محرمة بغا يقصي السنة كاع بحيدها؟ ها؟ يوشك رجل شبعان على أركته. واخا نعم سيدي، راه في القرآن فيه التحريم ديال الخمر، قالك ما كايناش حرمت الخمر، ما كايناش نهائيا. راه كون كنتي قاري كون غير قال حرمت الخمر، يعني راه تقدر تجلس مع واحد تيسكر ولا مثلا تهز معاه وكلشي، وقالك فاجتنبوه، اجتناب راه الخمر فيه جن وانت بجن. ولهذا النبي لعندك العشرة اللي تيهز واللي تجلس معاهم واللي وهكذا. وكلا سيدي، يعني هذا غلبات وشهوات. واخا سيدي انت اللي ما بغيتيش السنه، هاد الصلاه اللي كتصلي انت تصلي تصلي الظهر شحال تصلي فيه؟ ربعه الركعات، وراه ما كاينش في القران ربعه الركعات، من جبتيها؟ ويقول راه السنه، راه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا مالك اتؤمن بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا في الصلاه تبارك وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفاش قال الخمر حرام بغيتي تتبعه؟ تقول السنه تقصيها لشهوه غلبتك. كل انسان غير يقول الله يهديني، كل انسان يقول الله يهديني وما يعاندش ما يطيحش في هذه المصيبه هذه. يعني فيه وجوب اتباع السنة، لأن السنة حتى هي وحي، لأنها كتجي، لأن الأوامر ديال القرآن كتجي مجملة، الله غير قال لنا صليو، ولكن السنة تتبين، كتوريك الصلاة فاش غتصلي، الله عز وجل كتزكي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عطاك النصاب ديال كل مسألة، وهكذا السنة تجي مبينة للقرآن، فما يمكنش الإنسان يستغني عن السنة، لأن ما يمكنش يفهم القرآن، وما يعرفش المجملات ديال القرآن كيفاش غادي تبين. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر، وما أدرك ما عمر، عمر غير جاب واحد الكتاب أصابه من بعد الكتب، يعني شي ورقة يعني فيها الخير فيها نصائح وفيها كذا، غير جاب غير شاف عند النبي صلى الله عليه وسلم، حد جابه فشافه ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فانزعم عنده قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية. كي دار السنة بيضاء نقية، شي حاجة بيضاء نقية، والبيضاء النقية كي تتبع ها؟ راه بحال هكاك السنة. وشحال من واحد مخلي هذه البيضاء النقية وشال هذيك السوداء والمسخ، هي كحلة ومسخ. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعي التابعين ديال القرون المفضلة، ديال القرون اللي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حيت قلنا في الدروس اللي فاتت قلنا خاص نشدوا الكتاب والسنة والفهم ديال من؟ حيت شناهي الاتباع؟ الاتباع هو اتباع الكتاب والسنة، اتباع الكتاب والسنة، ولكن على أي فهم؟ على فهم الأوائل، يعني الفهم ديال الأولين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. علاش نعم سيدي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، ولأن هذا القرآن هذا هذوك الناس اللي فاهمينه، لأن الصحابة كانت تنزل عليهم القرآن، تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم معاه، يعني راه هما ها. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن أم عبد فاقبلوه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال شي حاجة قال ابن مسعود قبلها. اش قال لنا ابن مسعود؟ قال من كان مستنا، اللي يبغى يستن يعني يبغى السنة، فليستن بما قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دابا تفهم كتاب السنة شدوا على هذا. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالهم؟ كانوا خير هذه الأمة. أعطيني شي جيل داز بحال جيل الصحابة، والله لن تجد مثله، ما يمكنش تلقى شي جيل بحال جيل الصحابة. جيل ترك الاوطان ديالو، ترك المال ديالو، هاجر دينه فرارا من دينه، بل كي اللي خلى الاموال ديالو وخلى الاهل ديالو وخلى الناس ديالو كانوا
وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أوذوا وسبوا وشتموا وطردوا بل قتلوا ومع ذلك تمسكوا بدينه. إيش قال ابن مسعود وهو يزكي هؤلاء الأصحاب؟ كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، يختارهم الله عز وجل لنصرة نصرة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وتراقهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، يعني كتاب السنة على فهم الأوائل. ولهذا كاع المفسرين والعلماء ديال أهل السنة والجماعة ما كينقول لك شي فهم إلا على فهم هؤلاء. علاش؟ لأنه خاصنا نشدوا المنهج ديالنا هكذا، كتاب السنة على فهم الصحابة والتابعين تابعي التابعين. فالحسن البصري رحمه الله عز وجل يقول: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. كاين إما متشدد فيها، ها متشدد فيها، وكاين اللي مميع فيها. وديننا وسط، الوسط ديما الوسطية، كاين اللي تيغلو وكاين اللي تيميع. فقال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. فاصبروا عليها رحمكم الله. فاصبروا على ماذا؟ فاصبروا على السنة. فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى. ديما أهل السنة يكونوا قلال، ديما أتباع الحق يكونوا قلال، وديما في القرآن قل لك تكون محمودة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والكثرة ديما كتكون مذمومة، ديما الكثرة مذمومة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن القلة كتكون. كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. مقلال بكري وقلال تدابق. لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، ما باعوش دينهم، ما باعوش سنتهم باش يتبعوا الناس للطرف. واحد زيدي تلاقى ما يقول لك واحد شوف وافقي رخص لي الربا حلال نطحن لا شنطحن راسك يا عبد الله. ولكن كاين تقول لي سير طحن مال الربا هذا راه وقت اخر هذا. لكن هما لم يذهبوا مع اهل الاطراف لاطرافهم، حرام حرام، حلال حلال، سنه سنه، بدعه بدعه، ولا مع اهل البدع في بدعهم. ماشي واحد معاه في بدعه ودخل معاه في بدعته وربما كيزين عليه تقول لي راه بدعة حسنة مالك تاع راه بدعة حسنة. وبقات الاصطلاح ديال بدعة حسنة، واش الله عز وجل فاش قال كل نفس ذائقة الموت؟ واش كاين شي نفس ما غتموتش؟ واش كلشي يموت؟ علاش؟ لأن كله تفيد العموم. راه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ها؟ كل بدعة سميها حتى حسنة ولا اللي بغيت تسميها حتى سميها، حتى حر، ولكن راك خاطر. فكل بدعة ضلالة، بقات تسميها حتى حسنة، ها؟ فهي بدعة، ها؟ فهي بدعة. ولا مع أهل البدع في بدعهم. صبروا عليها حتى لقوا ربهم، صبروا عليها تلقوا الله عز وجل. فكذلك كونوا إن شاء الله. توصيك الحسن البصري وما أدراك من الحسن، تيقول لك صبر على السنة. وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله عز وجل على الشاب الذي نسك، يعني نقول إحنا إنسان استقم التزم، من نعمة الله عليه شكون؟ أن يؤاخي صاحب السنة يحمله عليها. إن شاء الله عز وجل باش يبغي لك خير، هاكا تولي تصلي وتلتزم وتتبع دينك، كيعطيك الله عز وجل واحد من أهل السنة، تيقول لك هذه راه بدعة، وهذه راه السنة، وهذا راه حلال، وهذا راه حرام، وتبين لك، وخا تيبان لك أنت داك الشيء راه قاسي عليك، وداك الشيء راه قاسي عليك تحت يلاه مبتدئ، يلاه بادي وإيمانك شوية باقي ضعيف وكذا، ولكن من نعمة الله عز وجل عطاك هذا، ولكن يعطيك شي واحد مثلا كنت غادي مع فلان، ها راه خاصك راه شي كلشي كفار، خاصك تطردق الا بغيت تدخل الجنة سير، اما يشدك التشد والتطرف ولا يميع فلان يلا ساعة ساعة يلا نمشيو هنا. شوف سبحان الله، صاحب السنة ديما عندك التوازن، وسط، ها ما تغلب وما تميع، وسط، تبع السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. باش عليكم في الدين من حرج، ما يمكنش الله عز وجل يكلفنا شي حاجه فوق طاقتنا، ها؟ الاسلام كله مبني على الوسط،
ما أجمله من دين وما أعظمه من دين. فيعني يقول كذلك الزهري، ما أدرك ما الزهري، قال الاعتصام بالسنة نجاه. الاعتصام بالسنة الغنجو، لأن السنة كما قال مالك، مالك رحمه الله، ها مالك إمام المدينة، ماذا قال في السنة؟ قال لك السنة مثل سفينة نوح، ونوح عليه السلام فصنع السفينة، اللي يطلع السفينة رنجة، واللي كيبقى يضحك، ها كاين اللي بدا يضحك ويستهزأ بنبي الله نوح عليه السلام، اش داه لك؟ فقال لك مالك السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومن تخلف عنها هلك. يعني علاش الله عز وجل امرنا بالسنه والاتباع والطاعه للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلاش كلام الصالحين فيما قبلنا توصيوا على هذا الامر ديال السنه والحرص عليها؟ علاش؟ حيت السنه الى تبعتيها غتفوز، غتفوز في الدنيا وفي الاخره. حيت الله عز وجل قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، وقد تفيد التحقيق يعني محقق فوزه، فقد فاز، باش يأكد لك تفوز جاء المفعول المطلق، فقد فاز فوزا عظيما. هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. قال لك نهار تبع الله عز وجل طريق الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت فائز، أنت فائز في الدنيا وفي الآخرة. وقال ربنا عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، إن أطعتي النبي صلى الله عليه وسلم لك الهداية. شوف مثلا الشباب بغي يتزوج، اش غيدير؟ غادي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، سيهديه الله عز وجل الزوجة الصالحة. ولكن لا خلى النصائح ديال النبي صلى الله عليه وسلم واتبع شي نصائح ديال شي واحد مسكين ما كاينش في هذا العالم. سير شوف إلا بغى يتزوج شوف شوف الزين ضروري الزين، وعرفتي علاش الزين؟ وبدا يدرع فيه وكذا، وراه ما كتصليش، تا ماشي مشكل، تا مع الصلاة، الزين، وتيبرك يزين لي زين لي تتهلكو. لكن خلى هذا المسكين النصيحة الغالية ديال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، قال في آخر الحديث: فاضفر بذات الدين تربت يداك، وإن تطيعوه تهتدوا. يعني الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول الرحمة، قلت الله عز وجل رحمك. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله عز وجل ورسوله سبب لحصول الرحمة. وقال في آية أخرى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اسمع الكلام للناصر السعدي رحمه الله تعليقا على هذه الآية، قال فمن أراد الرحمة فهذا طريقها. اللي يبغى الرحمة هذا الطريق ديالها، الطريق ديالها شنو هي؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن رجاها دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول فهو متمن كاذب قد منته نفسه الأماني الكاذب. في الرحمة حافظ على الصلاة وزكي النفس ديالك وآتي الزكاة ديال المال ديالك واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فستحصل يقينا على الرحمة. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي العيش الكريم. ما يمكنش شي واحد يطيعش النبي، يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش ذليل في هذه الدنيا أبدا، يعيش عزيزا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. عرفت الآية هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب على جليبيب، وجليبيب كان واحد الصحابي يعني حتى واحد ما يبغي يعطيه بنته، يعني في صفات يعني ما تشجعهمش باش يمشي يزوج ليه بنته، يعني كان يعني مدبودا. ها فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، يعني شاف واحد الرجل الأنصار وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم باش يعطيه البنت ديالو باش يزوجها جليبيب. هذاك الرجل فسمع جليبيب
وكان في اللوك يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبغاه يعني فرح، فاحتلم خبره بأنه يبغاه الجليبي. فقال حتى أستأمر أمه، قال تصبر علي الرسول النبي الله صلى الله عليه وسلم تمشي نشاور أمه. فذهب إلى مرأتي فقال لي راه النبي صلى الله عليه وسلم راه بخطب الجليبي البنت ديالها. قالت لاها الله ما وجد إلا جليبيبا لا معطي لي، ما شاف غير جليبيب، وقد منعناها من فلان وفلان. والجارية في سترها تسمع، الدرية اللي بتخطب تسمع. فهذا الأب هذا قرر باش يمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لي راه رفضت الزوجة وما بغيناش وكذا. فقالت أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ واش بغات تردوا الأمر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش بغات تعصيوا الله عز وجل؟ لأن العصي دور عصيت الرسول صلى الله عز وجل. إن كان رضيه فانكحوه، يعني زوجوه. إلا بغى رضاه هي النبي صلى الله عليه وسلم صافي نزوجه. فذهب الرجل فقال يا رسول أترضاه أن ننكح؟ قال نعم. فزوجها، زوجت الجارية المطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المطيعة لربها سبحانه عز وجل، ما شافت العرض الدنيوي. علاش؟ لأنه فاش النبي صلى الله عليه وسلم أمر صافي صافي. واش تبغي العرسات؟ تقول لي مراه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضاش، هادشي داش الشطيح والخمور شي راه ما يرضاش، والتحية حتى حنا الويلة غندو نعقدو كذا وهذا، راه صافي. تيمشي تبعو شرعهم وتتبعو هواهم، اش كيوقع؟ 14 5 شهور وراه تحت راسك وراه جري عليها. وكانش ما سمعتوش في الاول. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. شحال من واحد صيبه فتنه وما حس، شحال من واحد عايش العذاب الاليم ديال الدنيا. شنو هو السبب؟ هو انه تخالف الاوامر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. راك عبد خصك تبع الله عز وجل، شي حاجه خصك تبعها، الا ما تبعهاش راه غتجيبها غير في راسك. هاتي ابن عباس في الايه فليحذر الذين يخالفون عن امره، قال شي كلام قال لي لا راه ابو بكر وعمر تيقولوا. اش قال لهم؟ الناس كانت تغير السنه، توشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال ابو بكر وعمر، يعني ما كانوش تيقدموا القول ديال النبي صلى الله عليه وسلم على شي قول، واخا كما بغى يكون، واخا يكون ابو بكر وعمر ما كانوا تيقدموا. وحنا تنقدموا الاقوال ديال ماشي ديال الساقطين على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المجتمع ديالنا الضنك والهم والغم، شنو سبب هادشي؟ هو المخالفه ديال النبي صلى الله عليه وسلم. خاص هاد المساله نوقفوا عليها مزيان. علاش هاد الهم كيعانيه الشباب ديال المسلمين؟ علاش الشاب دابا كلشي عنده، كلشي متوفر ليه، وما عايش بخير وديما والبليه وكذا، وفي الاخر يقول لك فقد عقله وعرف فلان راه ولا كذا. علاش هادشي كامل؟ المخالفه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، المخالفه ديال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي امر هين. شوف هاد المراه هذه، هاد الجاريه هذه لطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، واش ضيع الله عز وجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوه، فلما افاء الله عليه يعني انتصر في المعركه وجاء في، فقال هل تفقدون من احد في هذه المعركه؟ قال لي واش شي واحد خاصكم؟ فقال الصحابه نفقد فلانا وفلانا. عود السؤال هل انظروا هل تفقدون احدا؟ عاودوا شوفوا شي واحد ما كاينش. قالوا يا رسول الله لا نفقد احدا، كلشي كاين غير هذا اللي قلنا لك. قال لكني افقد جليبيبا فانظروا في القتلى، سيروا قلبوا على القتلى مزيان، انا كنفقد جليبيب. ففعلا تيقلبوا تلقوا جليبيب مقتول حدا سبعه، سبعه كفار وحدهم جليبيب، قد قتلهم وقتلوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشد النبي صلى الله عليه وسلم وهزه، فقال هذا جليبيب انه مني وانا منه، قتل سبعه فقتلوه. يعني يقول انس لرواه الحديث قال لك هذيك الجاريه اللي تزوج جليبيب، قال فلقد رايتها وانها لانفق بيت بالمدينه، اغلى بيت في المدينه هي ديك الجاريه. شوف المسلمين، يجي واحد فقير وعنده دين وقال لي من لا رانا فنخطب لكم، رايح
حدا النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يخصهم خير، ما يخصهم حتى خير، ما يخصهم حتى خير، ولكن تبعوا المسلسلات وتبعوا جير المكسيك والتورك وكذا، وخلوا السنة وخلوا الدين. والسنة قليل البيوت، ها حيت السنة عزيزة، قليل البيت اللي تلقى فيه السنة، قليل تلقى شي راجل جامع الزوجة ديالتو جامع وليداتو كيعلمهم السنة. أي راه مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات لكن خلى سنة. دخل لبيتك صاحب بخاري وصاحب مسلم، وشد وليداتك وجمعهم قول لهم اجيو اجيو شربيكم النبي صلى الله عليه وسلم، ترباو على الحديث كذا، وعطيهم حديث وشرحوا كذا وهذا، وعلمهم وعلمهم السنن، وقول لهم هذه السنه وهذه السنه، وقوي لهم دينهم وايمانهم. ماشي انت فاتح بيتك للمسلسلات تربيو لك بناتك وولادك، شكون هما فجره وكفره، وتربوا لك في وليداتك وكيفلسوا لك في وليداتك، وانت مسكين تا تيهجم عليك الماء وما كتصير ما تربي فينا وما الدراري، دراري في الحشيش، دراري مساكن فينا وما الدريات، دريات في البغاء وفي الزنا. ما شاء الله، يعني واحد يقول لك العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفيها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن غير لا، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم طاعة والاتباع في كل صغيرة وكبيرة نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولأن الشيطان ما يخليك، الشيطان ما يخليك جاي في الطريق، إما نشر لك الشرك ولا نشر لك البدع، فأنت خاصك تكون فطن. وغادي يجي معنا شطوس على البدعة، يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بغي يطيحك في الشرك، ولا نجيتي لي من الشرك يطيحك في البدع. يعني كتقى ضروري تعلم دينك، ضروري تعلم دينك وتسول على دينك باش تنجى من الفخ ديال الشرك وديال البدع، باش تحيا الحياة الطيبة. فما تنساش طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير لك يا عبد الله، خير لك يا عبد الله، كل خير ستحصل عليه. كنتي متبع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد على السنة، عاد عليه عاد عليك وعض عليها بالنواجد، وعاد عليها بالدراز اللي شاد فيها. ما عمرك ما تخاف، ما عمرك ما غتخيف، وغتحيا الحياة الطيبة، وغتشوف واحد النعيم نفسي ستعيشه فاش تكون موحد، موحد لمعبود واحد هو الله عز وجل، ومتابع واحد شكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي مشعب، ماشي معدد، هذا تولي هذه تضربك والاخرى تسنافك، وهذه تضربك والاخرى تسنافك. فالانسان شي يدير يرجع للسنة. واحد يقول لك راه في وخطأنا وتزوجنا على غير السنة، وعلي وقع وقع والهم رحنا عايشينه وكذا، والضيق ديال الرزق، وطحنا في ريبة، وطحنا في معاصي وفواحش ما ظهر منها وما بطن، ايش المعمول؟ ارجع وعود بني حياتك على اتباع السنة، باقي ما فاتكش الوقت، وسيصلح الله لك الزوجة. لأنك فاش غتصلح مع الله عز وجل، غتصلح علاقتك مع الله سبحانه عز وجل، سيصلح الله علاقتك مع الخلق، كل شيء يتقاد لك ويتيسر لك. فعليكم بالسنة، فعليكم بالاتباع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم بطاعته، وما تهونش من الطاعة دياله، ما تهونش منها. فعصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عصيان لربك سبحانه عز وجل، وأنت لا تقدر على حرب الله سبحانه عز وجل. ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، استغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.